السلام عليكم. ثاني متوسط أوجد ناتج الضرب. الضرب بنضرب الأعداد بهذه الطريقة، 1 ضرب 2 تعطينا 2، نضرب 3 في 5 تعطينا كم؟ 15. 2 على 15 القسمة نحولها إلى ضرب، نقول ضرب، وناخذ المقلوب حكاية 4 3 نقول 3 4 نقول 4 3 يساوي، نشطب على هذه نشطب على هذه. نضرب الآن 4 في 2 اللي هي كم؟ 8، و7 في 3 تعطينا كم؟ اللي هي 21. طيب الجمع المقام نفسه نكتبه كما هو، 2 وسالب 5 موجب 2 وسالب 5 نطرح أصير كم؟ 3، ونضع الشرط الكبير اللي هي سالب، سالب هذه سالب 3 على 9. ممكن نبسط هذه اللي هو بالقسمة على 3، القسمة على 3 يطلع عندنا الناتج 3 على 3 فيها 1، والسالب ينزل معانا، و9 على 3 فيها 3. الطرح بنغير إشارة الطرح ونغير هذه الإشارة، يعني هذا يصير زائد هذا يصير زائد، 4 زائد 1 5، 7 زائد 7 نجمعه؟ لا، نقول 7 نفسها. طيب الجمع المقامات مختلفة، إذا نضرب اللي هو مقص، ناخذ 4 نضربها هنا في 2، 4 ضرب 2 تعطينا كم؟ 8، ونضرب 3 في 1 اللي هي تعطينا 3، تمام؟ ونجمعهم 2، 8 زائد 3 تعطينا 11، ونضرب 3 في 4 تعطينا اللي هي 12. شكرا.